متخذون من أخلاقه وأفعاله منهجا لهم. وفي هذه الأيام التي تشهد توافد الملايين من كل بقاع العالم لزيارة الإمام الحسين عليه السلام، أطفال يخرجون منذ الصباح الباكر ويستمرون حتى ساعات متأخرة من المساء لجمع النفايات ووضعها في أماكنها المخصصة من أجل المحافظة على نظافة الشوارع وديمومة جمالياتها. من 7 الصبح 7 بالليل. والله شو تحصلون مقابل؟ أجر من الإمام الحسين والثواب. زين، ممكن أصنطوف غيركم ولا بلدية؟ لا. مرات يجون ما تاخذين اخلاق الحسين، ها يعني ننظف الشوارع لزوار ابو عبد الله ونخدم زوار ابو عبد الله. نعم، خصوصا المدينه يعني يدخلها حتى اجانب اليوم. هي يعني هاي زوار ابو عبد الله، يدخلها كل شيء، يعني زوار الحسين عليه السلام. حافظون على نظافه كربلاء؟ شيء اكيد، ها حافظ على نظافه مدينتنا. شنو اللي يدفعكم تنظفون؟ دفعنا الزوار الحسين. زوار كبار السن رحبوا بمثل هذه المبادرة مؤكدين دعمهم لهؤلاء الأطفال، داعين الجميع إلى السير على خطاهم وخطى من يقتدون به كونهم يعملون ليلا ونهارا من أجل النظافة العامة وبلا مقابل. مبادرة قيمة من الأطفال، حقيقة جاي نشاهد الأطفال جاي ينظفون الشوارع ويخدمون بالمواكب الحسينية. هذه مبادرة جدا عظيمة تحتسب لخدام الإمام الحسين عليه السلام. أكيد حب الإمام الحسين حب فطري، وتشوف الأطفال جاي ينظف بدون هو بدافع من داخله، يعني جاي ينظفون من الصبح الساعة 7 الصبح، يجي ينظف لحد الساعة 7 بالليل، يجون ينظفون هنا بالمواكب بالشوارع. أكيد يحافظون على النظافة، نظافة المواكب والشوارع المدينة. تنظيفهم للمواكب كالمحتاج بالنسبة لأهلهم وأجدادهم وكالمجتمع، المجتمع العراقي، وبالنسبة للمواكب نظيفة حقيقة. هذا ينظف وهذا يخدم وهذا يسوي له شغلة غير شغلة، وهذا يط طعام وهذا يط ماي، وهاللي قدامك انت جاي تشوف وتفتر ويا الزوار، وجنابك الفضائية مالتكم تفتر. كبار وصغار يسخرون أنفسهم لخدمة الملايين الوافدة والحفاظ على نظافة المدينة. بن كربلاء، وليد الصالحي، التغيير.